أنهكت الحرب العالمية الثانية التي امتدت بين العامين 1939-1945 أنهكت القارة الأوروبية العجوز، فخرجت منها مقطعة الأوصال منهارة اقتصاديا واجتماعيا، فطرقت أبواب الولايات المتحدة الأمريكية علها تمد لها يد المساعدة لتقف من جديد على رجليها اقتصاديا عمرانيا وحتى سياسيا. العون الأمريكي لم يتأخر، إذ وافقت الولايات المتحدة عام 1947 على انتشال أوروبا من هذه المحنة من خلال مشروع تاريخي سمي رسميا باسم برنامج الإنعاش الأوروبي، لكنه عرف لاحقا واشتهر تحت اسم خطة مارشال تيمنا باسم مهندسه رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي جورج مارشال. خطة مارشال انطلقت عمليا عام 1948 عندما وافق الكونغرس الأمريكي على إنشاء إدارة للتعاون الاقتصادي هدفها الإشراف على حزمة المساعدات المقررة لأوروبا والتي استهلت بمبلغ 13 مليار دولار من المواد العينية. خطة مارشال كانت برأي بعض المحللين تدخلا أمريكيا مباشرا في الشؤون الأوروبية، فبناء على شرط مسبق من الولايات المتحدة الأمريكية أعدت لجنة متخصصة تقريرا تضمن لائحة مفصلة بالمشاريع الاقتصادية التي تحتاج المساعدة، وتضمن التقرير معلومات وأرقام بالغة التفصيل عن الاقتصاد الأوروبي في زمن كانت فيه القدرات الإنتاجية للدول بمثابة الأسرار القومية. كما أدت هذه الخطة إلى إبعاد النفوذ السوفيتي العسكري والسياسي عن الدول الأوروبية وإلى إعادة خلق الأسرة الأوروبية على حد تعبير السياسي البريطاني العريق وينستون تشرشل. المؤكد أن هذا التوجه الأمريكي لمساعدة أوروبا قد أنعش الاقتصاد الأمريكي الذي كان بحاجة إلى شريك تجاري قوي في ذلك الوقت، لكن المؤكد أيضا أن المساعدة الأمريكية لم تكن مجانية بالمطلق، بل أتت مقابل شروط حملت عناوين مختلفة، لكنها صبت أولا وأخيرا في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وتحقيق أهدافها القومية. إذن كانت هذه عودة في التاريخ إلى خطة مارشال الأصلية في أواخر الأربعينات من القرن الماضي. سيد دبدوب، اليوم عندما نتحدث عن أولويات التنمية، تحدثت يعني عبارة أو كلمة التنمية عامة، ما هي أولويات هذه التنمية؟ هل نتحدث مثلا عن بناء بنى تحتية، عن بناء الإنسان، الاستثمار في البشر، نتحدث عن المصانع، خاصة بأنه مثلا مارشال الأمريكية كانت تتحدث عن ربما الشراكة التجارية، عن دعم المصانع، عن مواد عينية 13 مليار دولار، لم تكن كلها أموال، يعني كان هنالك الكثير من المساعدات العينية أيضا لأوروبا. صحيح، لا احنا الواقع نستعمل مصطلح مارشال بلان، يعني المارشال بلان العربي او بالاحرى خلينا نسميه اي اسم، لازم نفتش على اسم كليا، لان هل بتقترح اسم معين حتى نفهم على بعض بنسميه مارشال بلان، بس هو الواقع يختلف كليا لان العالم العربي له خصوصيات. انا مثل ما قلت يعني بالاساس لازم يكون في مرحلتين، مرحله اللي هي غرفة الطوارئ، يعني في حال اللي هو الدور اللي بيلعبه صندوق النقد الدولي، في حال صار في أي خطر على العملات في البنوك المركزية يجب أن يكون هنالك مبالغ معينة حتى إنقاذ. وإحنا الواقع جربناها بلبنان أيام المرحوم رفيق الحريري، حكومة الكويت أودعت في البنك المركزي اللبناني مبلغ مش كبير، يعني مبالغ بفوائد، واستطاعت أن تنقذ الليرة اللبناني من الانهيار، لأنه لو انهارت بيكون خلاص الوقت راح. أما بالنسبة للمرحلة الثانية اللي تتكلم عنها اللي هي عملية التنمية، هي كل شيء، الإنسان والآليات الجديدة، كل يعني عملية التنمية بمعناها الشامل، يعني خلق مصادر جديدة، إن كان كمان بالبنية التحتية، ابتداء من البنية التحتية
وانتهاء بالإنسان. طيب اليوم في العالم العربي هنالك مشكلة بطالة على سبيل المثال، هنالك أرقام مهولة عن نسب البطالة. نعم. في الفترة في السنوات المقبلة، أنا كنت قد سمعتك تتحدث في واحد من لقاءاتك مع CNBC عربية في مرة سابقة، قلت فيها بأنه العمالة مثلا في دول الخليج العربي هي بمعظمها عمالة وافدة غير عربية. هل ربما كنت تعني بذلك بأنه ربما من الأفضل أن يكون هنالك أولوية للعمالة العربية، وهذا سيكون جزء من الدعم؟ نحن لا نتحدث فقط عن دعم مالي. لا طبعا، وهذه يعني من الأولويات فعلا، أنه ليش ما يكون في عمالة عربية؟ لأنه في بعض البلاد، وما بدي أذكر أسماء، في بعض البلاد تعتمد اعتماد شبه كلي على التحويلات الخارجية من المغتربين. فبالتالي نعم يجب أن تفتح الأسواق للعمالة العربية حتى تستفيد الدول، وهذه جزء من عملية التنمية فعلا. على كل حال دائما نقول جاري بخير أنا بخير، يعني إذا كان هذا التحويلات ربما من العاملين في دول الخليج إلى الدول العربية المجاورة ستمد هذه الدول بالاستقرار، فبالتالي دول الخليج ستكون مستفيدة. لابد أن نخرج إلى فاصل قصير، بعد الفاصل سينضم إلينا من القاهرة دكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد المصري الأسبق. فاصل ونعود.